حلقة جديدة من تان سبورت. احنا النهاردة موجودين داخل استاد القاهرة الدولي علشان ننقل لحضراتكم اليوم الاول لبطولة العالم للدراجات للناشئين. احنا موجودين في قلب حي مدينة نصر علشان نوري حضراتكم دول العالم اللي موجودة علشان تشارك في البطولة. البطولة اللي بتقام بمشاركة 46 دولة من جميع انحاء العالم. يمكن في المانيا، في ماليزيا، في دول كتير جدا جدا في المملكة العربية السعودية. خليكم معانا عشان تشوفوا فعاليات اليوم الأول للبطولة اللي بتقام من 1 ل 5 سبتمبر. بفضل البنية التحتية المتينة والدعم غير المسبوق لقطاع الرياضة، باتت مصر قبلة للبطولات الإفريقية والدولية، ليس فقط عن طريق حصد الألقاب وإنما بتنظيم المحافل الدولية الكبرى. البطولة الممتدة حتى 5 سبتمبر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تشارك فيها 46 دولة وتقام على مضمار الدراجات الدولية في استاد القاهرة، حيث شهدت المنشآت الرياضية في شتى أنحاء مصر من ملاعب ومراكز للشباب تطويرات ترتقي إلى المستويات العالمية، ما أهل مصر للنجاح في ظل ظروف غير مسبوقة في تنظيم أهم البطولات وأكبرها على المستويين القاري والدولي. كما جاء الاهتمام والدعم لقطاع الرياضة عموما اتساقا مع استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري ونشر ممارسة الرياضة على مستوى عريض بين جموع الشعب، فضلا عن القيمة المضافة لمنظومة الرياضة في مصر، ما أهل رياضيها لحصد الألقاب والبطولات والتأهل للبطولات العالمية. وتنظيم مصر لهذه البطولة العالمية اليوم إنجاز جديد يثبت أن مصر لديها القدرة على تنظيم أكبر الأحداث الرياضية مثلما نظمت البطولات الإفريقية والدولية السابقة، تنظيما مثاليا يليق بسمعة مصر داخل القارة السمراء وخارجها، لتثبت مصر من جديد أنها قادرة على تخطي الصعاب وتحقيق الإنجازات. طبعا النهاردة يعني بطولة العالم ده حدث كبير جدا أن مصر تستضيفها. في الحقيقة يعني خدنا رئيس الاتحاد الدولي اتكلم كتير جدا وشكر مصر في وجود دولة رئيس الوزراء. النهارده شرفنا وشرفنا بوجود دولة رئيس الوزراء ومعالي الوزراء ومحافظ القاهرة، كمان يعني أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الدولي، احنا بنرحب بيهم، و47 دولة موجودة النهارده، واستاد أو مضمار الدراجات اللي الحمد لله أخيرا يعني خلص، وده يعني بطولة عالم وافتتاح تجريبي وليس افتتاح نهائي للمضمار، لكن احنا بنشوف شكل رياضة جديدة، هنشوف أبطال في المستقبل. احنا ما كناش بنشارك في هذه الرياضات. بنبارك الاتحاد المصري للدراجات وإن شاء الله يعني المستقبل يكون أفضل بإذن الله. مع دكتور احمد الشيخ. دكتور احمد الشيخ مدير التنفيذي لوزاره الشباب والرياضه وكمان عضو اللجنه العليا للبطوله، برحب بحضرتك في تان سبورت. وانا برحب بحضرتك جدا يا فندم، ونشكركم على تواجدكم معانا ومشاركتكم لكل احداث وفعاليات الوزاره والاتحاد. بشكر حضرتك. خلينا نتكلم عن البطولة. البطولة فيها كم دولة مشاركة، كم لاعب، وحضرنا لها من امتى؟
في البدايه طبعا زي ما حضرتك عارفين ان احنا كمصر بقى عندنا سيستم، يعني معالي الوزير لما جه حطه في عده لجان بقت كل لجنه عارفه دورها وعارفه شغلها اللي تقدر تعمله. يعني السنه اللي قبل فاتت منظمين 70 بطوله، السنه اللي فاتت تخنين في 25 بطوله. ده بطوله العالم للدرجات اول مره تقام في مصر لان المضمار ما كانش جاهز او ما كانش موجود. النهارده يعتبر افتتاح البطوله وافتتاح المضمار. بس طبعا بتشرف هذه البطوله انها تحت رعايه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. بيحضر طبعا النهارده الافتتاح معالي داود رئيس الوزراء وعدد كبير من الوزراء وعدد كبير من المحافظين وشخصيات كبيره. البطوله طبعا بقالنا اكتر من سنه بنجهز لها، بجهز كل لجان شغاله، كل لجان بتجهز. كان العدد هيبقى اكتر من كده في الدول، احنا وصلنا ل 47 دوله موجوده. عدد اللعيبه واللاعبات وصل فوق ال 520 لاعب ولاعيبه، رقم كبير جميل جدا. وبدات المنافسات من النهارده، لا كبيره جدا في ظل ازمه كورونا اللي كل الدول بتبقى قلقانه وخايفه، بس السمعه اللي خدتها مصر في تنظيم الاحداث والبطولات العالميه فعلا بقت كل البطولات الدول بتشارك وبتيجي بطمانينيه، لان احنا ما اول من عمل اللي هو الفقاعه والكبسوله في النظام الطبي اللي خدته مننا الدول بعد كده اللي بدانا في كاس العالم كره اليد. الحمد لله بيت استثماره وبناخد اللجان دي كلها بتشتغل دورها وبياتي لليوم الافتتاح والمنافسات كلها، وبتعدي كل لجنه عارفه دورها وكل فرد في اللجنه عارف دوره، متابعه دائمه مستمره من الاتحاد ومن الوزاره لاي مشكله اي عقبه بنزللها فورا على طول، بتعاون معانا جميع الوزارات وجميع الهيئات. الحمد لله تنتهي النهارده على خير وتنتهي البطوله على خير وتفضل زي ما احنا كده في سباق الرقص كده. دكتور احمد، يمكن اتكلمت حضرتك عن المضمار، خلينا نشرح للناس اكتر انه المضمار ده معمول بستاندردز ومقاييس مختلفه وانه مش موجود منه في دول كتير. طبعا خلينا نتكلم عن المضمار بشكل اكبر. طبعا لو اتكلمنا عن المضمار، والمضمار له قصه كبيره. المضمار ده كان متوقف اكتر من 16 سنه، كان في مشاكل هنا الاستاد مع المقاول مع الدنيا كلها، ولما جه طبعا مع الوزير واللجان وقعدوا حلوا الازمه ديت، وكانت اشتراطاتنا وشروطنا طبقا لاحدث الاساليب والمقاييس العلميه. انا زي ما اقول لحضرتك هو مفيش مضمار في افريقيا كلها الا واحد بس في نيجيريا، وده اقل مننا كتير جدا، يعتبر مغلق دلوقتي او مقفول. في الشرق الاوسط ده يعتبر رقم واحد دلوقتي، متابعه دائمه من الوزاره عشان نحقق كل حاجه او كل منشاره دي بنعملها دلوقتي طبقا لاحدث الاساليب العلميه والتقنيه في المجال. يعني خلينا نقول انه مش بس الانجاز ان احنا بننظم بطوله العالم، لا لا لا. ودي سلسله انجازات تنظيم بطولات، اول بطوله عالم ناشئين وبعد كده بننظم حفيف بطوله عالم كبار، وخلاص بقى عندنا مضمار مش موجود، كل هنبقى مقصد لكل الدول ان شاء الله البطولات بتاعتنا كلها. وده يودينا لحته الاستثمار الرياضي. بالظبط يا فندم، باهميه الاستثمار الرياضي ده جزء كبير جدا، ده شغالين عليه كتير جدا، ودخلنا استثمارات للوزاره معديه المليارات دلوقتي. جزء الاستثمار الرياضي بتخصص مع الوزير، وفتحناه مع كل الهيئات الرياضيه والهيئات الشبابيه، وبقت محققه طفره كبيره جدا جدا معانا، وشالت عن كاهل الدوله وعيب الدوله ان بدات بتجيب مستثمر يشتغل ويعمل لك المنشا ويوفر فرص عمل ويشيل عن كاهل المبالغ دي كلها. صح مظبوط. بشكر حضرتك، ببارك لك على افتتاح البطوله، الافتتاح مشرف جدا، وان شاء الله تكمل وتكون مكمله بنفس المستوى ان شاء الله. يا فندم بنشكرك وبندعوك برضو كل زياره المنشات الرياضيه بتاعتنا كلها اللي انت أكيد شرفتينا فيها، سلسله النادي النادي وكل منشات الوزاره ان شاء الله. اكيد بشكر حضرتك. شكرا. من ابطالنا واحد من لاعبين منتخب مصر بجد شريف، بجد برحب بيك في قناه تن، وعايزاك الاول تعرفنا بنفسك ومن امتى بدات رياضه الدرجات. بدات رياضه الدرجات من حوالي سنتين ونص او ثلاثه. طبعا بلعب في المدرسه العسكريه في السويس ومع كابتن محمد ابراهيم، وبقالي بالظبط مثلا حوالي سنه في المنتخب. سنه في منتخب ناشئين. ناشئين هيل، انت هتلعب بعد بكره ان شاء الله. اشرح لنا بقى ليه بعد بكره، ليه مش النهارده، يعني الحاجات دي. لان في سباقات بتبقى تحمل وفي سباقات بتبقى سبرنت، فالسبرنت محتاج قوه انفجاريه، ف
ففي ناس هي ربنا بيخلقهم عندهم قوه انفجاريه، ف وفي ناس بتبقى اللي هي القوه بتاعتهم طويله شويه بس. فالنهارده كانت السبرنت مع 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 سباق كده احنا مش هنشارك فيه يعني عشان العدد قليل، و وانا بقى ان شاء الله هشارك في سباقات التحمل. سباقات التحمل يعني، بس النهارده كان اللي شاركوا في مصر سباقات السبرنت. بجد انت لعبت او شاركت في بطولات قبل كده؟ بطوله افريقيا. بطوله افريقيا وكان وعملت ايه؟ وانا ربنا ما فنيش فيها قوي، بس جبت في السكراتش خامس، كان اول سباق ليا طبعا، وكانت اول مره اطلع مدمار وخايف جدا، بس جبت خامس. وكان في سباق تاني جبت فيه، المفروض كنت لحد اخر السباق انا جايب تاني، بس اتشطبت كده، عملت حاجه في السباق غلط، بس انا ما كنتش اعرف لسه عشان كانت اول مشاركه ليا، فاتشطبت بعد ما كنت جايب تاني لحد اخر السباق، قبل مثلا السباق بثلاث لفات، قبل اخر السباق بثلاث لفات بس كانت نقطي يعني من تاني اعلى نقطه في السباق ان شاء الله. احنا واقفين دلوقتي جنبنا واحد من اكبر يعني مضمار عظيم معمول بستاندردز عالميه، يمكن هو الوحيد في افريقيا والشرق الاوسط اللي معمول بالستاندردز دي. احساسك ايه ومصر بيقام فيها بطوله العالم للناشئين وموجود فيها دلوقتي خلاص المضمار ده، فده معناها ان اغلب المسابقات او السباقات الجايه هتكون موجوده هنا. طبعا انا مبسوط جدا لان التراك احسن تراك في افريقيا وفي الشرق الاوسط ومن احسن تراكات العالم، وطبعا هي اتعمل عليه بطوله افريقيا اللي فاتت وبطوله العرب اللي فاتت والافريقيا اللي قبليها، فطبعا دي حاجه مشرفه جدا وحاجه تبسطني ان انا بلعب في بلدي طبعا، وان كل الدول جايه تلعب في بلدي، دي حاجه حلوه جدا. والتراك بتاعنا يعني هم اصلا عجبهم التراك بتاعنا اكتر من التراكات اللي عندهم بكتير، فدي حاجه طبعا مفرحاني جدا. حد قال لك ده؟ هم كان يعني الناس من دول تانية قالوا لي ان هم مبسوطين بالتراك اكتر من التراكات من عندهم، فطبعا دي حاجه بسطاني جدا ومشرفاني جدا يعني. وبرده ان بطوله عالم حدث زي ده يتقام هنا، فدي حاجه طبعا شرف ليا كبير. حافز كمان بيديكوا حافز ان انتوا تادوا احسن اداء. هو على قد ما هو حافز، بس هو طبعا مصر كلها هنا جاي تتفرج، وفي ارض بلدك فما ينفعش تخسر عيب يعني اللي انت ما تاديش حلو. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الشباب والرياضه، كل الدوله فعلا يعني موجوده بتدعمكم وموقفه في ظهركم. طبعا احنا مبسوطين بالدعم ده، بس برضه زي ما هو مسؤوليه كبيره قوي ومش اي حد يبقى قدها، وصعبه جدا ان احنا نبقى قدها، بس يعني احنا بنحاول على قد ما نقدر طبعا. انا بشكرك، بتمنى لك التوفيق، هستنى الماتش بتاعك بعد بكره ان شاء الله تعمل اداء مشرف وترفع اسم مصر ان شاء الله. رفع. شكرا. من منتخب ألمانيا وهي أخصائية العلاج الطبيعي أو إصابات الملاعب لمنتخب ألمانيا سيرا فوس. سيرا ويلكم أتنسي، برحب بك على قناة إيجيبت. Let's talk about the organizing of this of this competition. خلينا نتكلم شوية عن تنظيم المسابقة، بتشوفي ده إزاي؟ It's quite good. We never were on the open track, so it's new for us. دي حاجة كويسة وجديدة بالنسبة لينا، ومبسوطين ان احنا بنشوف كل ده بيتعمل بشكل جيد بعد ما توقف لمدة سنة، فده رائع جدا. خلينا نتكلم عن استعدادات الفريق الألماني قبل المسابقة. We were at the European Championships in Apeldoorn before, and then we just go back to Frankfurt Oder, our place we do our preparation. احنا كنا في بطولة أوروبية، بعد كده جينا المكان ده اللي بنعمل فيه استعداداتنا، بعد كده سافرنا القاهرة. اعتقد ان ده بيحطكوا كفريق تحت ضغط. No, not directly. We are quite open-minded in our group, so we just see how we can develop the talents of the riders. لا بالعكس، ده بيفتح افاق الفريق
وبيخلينا برضو نشوف ازاي ممكن نطور امكانيات الفريق والمواهب، وده شيء جيد لينا جدا. كلمينا عن مواعيد مباريات الفريق الالماني. It's difficult. We have three groups. We have the sprinters. عندنا ثلاث مجموعات وفي كتير قوي من المواعيد المختلفة، وكل فريق منهم بيعمل بطريقة مختلفة عن التاني، لذلك احنا منفتحين عن الآخرين. Thank you so much. Thank you, Sarah. زي ما شفنا كده افتتاح البطولة، بطولة العالم للدرجات، كان افتتاح مشرف جدا جدا. يمكن زي ما قلنا في بداية الحلقة، البطولة مستمرة من 1 لـ 5 سبتمبر. هنكون موجودين مع حضراتكم علشان ننقل لكم فعاليات البطولة في كل أيامها القادمة إن شاء الله. دي كانت حلقة النهاردة في تاني سبورت، استنونا في حلقة جديدة.